ولذلك فإن الله عز وجل وصف اليهود بأنهم أهل غدر وأهل خيانة وأهل كذب عجز عن إصلاحهم مئات الأنبياء واختاروا طريق الضلالة ويخبرنا القرآن الكريم أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وأنهم يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً وأنهم ينقضون العهود مع الله ومع خلقه وبما نقضهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ويخبرنا الله أن الشيطان استحوذ عليهم وهم حزب الشيطان ولما علم الله من أخلاقهم وطباعهم فقد أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة المنورة ومن الجزيرة العربية بأكملها فلم يجاوروه إلا قليلا بسبب الخراب وما يجلبون على البلدان ومن يظن نفسه اليوم أنه أذكى ممن سبقه وأنه سيمد يده لليهود وأن اليهود سيسلمون له وسيحللون السلام في الشرق الأوسط فهو واهم فقد أخبرنا الله عز وجل بصفاتهم وأنها لا يمكن أن تتغير إلا بأفرادهم أما مجموعهم وقياداتهم فإنهم سبب الخراب لأنفسهم ولمن بعدهم ولذلك ينبغي أن نذكر أو نتذكر شيئاً يسيراً من المؤامرات التي تآمروها على أمتنا حتى تظل راسخة في الأذهان فمن تآمرهم أنهم في مثل هذا الشهر الكريم حاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني النضير يوم أن ذهب إليهم فخرجوا من المدينة المنورة وأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم نتيجة تآمرهم في السنة الرابعة من الهجرة فألبوا على الرسول الجزيرة بكفارها أجمعين ومولوا هذه الحملة فكانت غزوة الخندق في مثل هذا الشهر أيضاً من السنة الخامسة من الهجرة وسمموا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السنة السادسة بعد أن فتح خيبر ومات الرسول صلى الله عليه وسلم من جراء ذلك السم الذي أطعموه اليهود مولوا الحروب الصليبية وأعطوها من أموالهم وقتلوا خيار الناس ومن شعروا بخطورتهم ابتداء من عمر بن الخطاب ومرورا بالصحابة الذين بعده وبنظام الملك الذي أرسى قوة وسطوة الدولة العباسية حاولوا قتل صلاح الدين الأيوبي وسمموا محمد الفاتح وقتلوه وقتلوا كثيرا من خيار الأمة وليس عنا ببعيد الشهيد محمد مرسي آخر من تآمر عليه اليهود فقد قال نتنياهو أن هذا الرجل لا يمكن أن نتفاهم معه وأنه يكره اليهود وبالتالي لا ينبغي أن يظل في الحكم عاشوا بين المسلمين في الأندلس ولم يجدوا إلا كل عدل وإنصاف وكل حرية ومع ذلك يوم أن أخرج النصارى المسلمين من الأندلس كان الذين يدلون على المسلمين والذين يقولون لهم أن هؤلاء يقيموا شعائر الإسلام فشاركوا في محاكم التفتيش وكان نهايتهم بعد أن أخرج النصارى المسلمين أخرجوهم بعد ذلك مطرودين من الأندلس عاشوا بين المسلمين بعد خروجهم من الأندلس في أمن وسلام واستقرار في ظل الدولة العثمانية ومع ذلك تآمروا على الدولة العثمانية حتى أسقطوها وقسموا العالم العربي بعد إسقاط الدولة العثمانية طردهم الأوروبيين من كل دولة طردوا من ألمانيا ومن بريطانيا
ومن فرنسا ومن إيطاليا ومن غيرهم من الدول. وكان نابليون يقول: لا يمكن أن نعيش وهؤلاء الفيران يقضمون الدولة الفرنسية. فأخرجهم، وكان أول من حاول أن يوطنهم في فلسطين. قال عنهم جون كينيدي وهو في آخر سنة من الحكم: لو يعلم أولادنا ماذا يفعل اليهود بالمؤسسات وبالدولة الأمريكية للعنونا إلى آخر الدهر. ولذلك هم آفة من الآفات، ولا يمكن أن ننسى جرائمهم، ولنعلم أولادنا في كل وقت وفي كل حين إن هؤلاء اليهود الذين يدنسون اليوم أرض فلسطين ينبغي أن لا يأخذوا إلا البندقية، ولا يأخذون إلا الذل والهوان الذي كتبه الله عليهم.